تحولت المساعدات الإنسانية في اليمن إلى ملف إقليمي شائك، ولم تفلح الجهود الأممية في بناء حلول عملية جادة، بل حولت تلك المساعدات إلى قضية أممية معقدة. ورغم توصل الأمم المتحدة إلى مقترحات تسهم في وصول المساعدات الإغاثية، إلا أن تلك المقترحات التي نصت على تحييد ميناء الحديدة قوبلت برفض تام من قبل ميليشيا الانقلاب. المعلومات المتعلقة بميناء الحديدة وتقارير المنظمات الإغاثية أكدت تحكم ميليشيا الحوثي بكل المساعدات الإنسانية ونهب الكثير منها والقيام بمنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المناطق المحتاجة مثل تعز. وفق تحالف دعم الشرعية، يتعمد الحوثيون تعطيل وصول الإمدادات الإغاثية للمناطق المتضررة من الحرب، وخصوصا تلك التي تقع تحت سيطرتها. فقد اتهم التحالف في بيان له ميليشيا الحوثي بسرقة المساعدات الإغاثية والإيوائية. تؤكد دول التحالف العربي أنها تعمل على تسهيل أعمال المنظمات الإغاثية والإنسانية، حيث أصدرت بحسب البيان 6825 تصريحاً لتسهيل عمل تلك المنظمات. بيان التحالف العربي الذي حذر ميليشيا الحوثي من خطورة ممارساتها المعرقلة لوصول المساعدات لم يحدد الخطوات التي سيتخذها ضد الميليشيا، واكتفى بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الانقلاب. وما بين تعطيل ميليشيا الانقلاب وتحذير تحالف دعم الشرعية، تبقى المساعدات الإنسانية بلا حل حقيقي يضمن وصولها لليمنيين الواقعين بين نار الانقلاب وصمت العالم كله.